السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. يا هلا وسهلا ومرحبا بمتابعين ومشاهدين قناة سعودي أوتو. حلقة اليوم هنغطي أحدث العروض على سيارات تايوتا من شركة عبد اللطيف جميل، وحنعطيكم تفاصيل السيارات اللي عليها العروض وأسعارها والجهات الممولة لهذه العروض. نبدأ بأول سيارة وهي تايوتا يارس موديل 2020. تايوتا يارس هي سيارة تايوتا الصغيرة انتري ليفل سب كومباكت، مكانها تحت الكورولا، وتتوفر كسيارة سيدان بأربع أبواب وكمان كسيارة هاتشباك. واللي يميز تايوتا يارس موديل 2020 هو تصميمها الديناميكي اللي يعطي إحساس بالعصرية والتطور. مقدمة السيارة عريضة مع شبك تهوية أمامي أسود منخفض يعطي انطباع قوي. وابغى اقول لكم انه القسط الشهري لتايوتا يارس حاليا صار ارخص من لما كانت الضريبه المضافه 5%، والعرض الاول متوفر للسياره يارس موديل 2020 عبر برنامج تمويل الاهلي التاجيري، هو بدون رسوم اداريه وبدون دفعه اولى وبدون عموله، والقسط الشهري 736 ريال. والعرض الثاني من مصرف الراجحي بيقول بدون دفعة أولى وبدون مصاريف إدارية وبدون عمولة، والقسط الشهري 689 ريال. والعرض المقدم من البنك الأهلي ومصرف الراجحي يشمل الضريبة المضافة. والعرض الثالث المتوفر للسيارة يارس موديل 2020 من شركة تايوتا عبد اللطيف جميل للتمويل هو بدون دفعة أولى، والقسط الشهري 959 ريال للسيارة يارس أساسي جير عادي. العرض هذا بالإيجار التمويلي، والحملة سارية حتى نهاية شهر أغسطس 2020 أو حتى نفاذ الكمية، أيهما يأتي أولا. الإيجار الشهري ما يشمل ضريبة القيمة المضافة، يقوم العميل بسداد ضريبة القيمة المضافة المستحقة. والسيارة الثانية هي تايوتا كورولا موديل 2020. تايوتا كورولا تعتبر سيارة من أعرق الأسماء في تاريخ صناعة السيارات. الجيل الجديد للموديل 2020 السيدان تعتبر الأفضل من ناحية القيادة الديناميكية والتصميم الخارجي مقارنة بالجيل السابق. وكمان القسط الشهري لتايوتا كورولا حاليا صار أرخص من لما كانت الضريبة 5%، والعرض الأول متوفر للسيارة تايوتا كورولا موديل 2020 عبر برنامج تمويل الأهل التأجيري هو بدون رسوم إدارية وبدون دفعة أولى وبدون عمولة، والقسط الشهري 1048 ريال. والعرض الثاني من مصرف الراجحي بيقول بدون دفعة أولى وبدون مصاريف إدارية وبدون عمولة، والقسط الشهري 968 ريال. والعرض المقدم من البنك الأهلي ومصرف الراجحي يشمل الضريبة المضافة. والعرض الثالث المتوفر للسيارة تايوتا كورولا موديل 2020 مقدم من شركة عبد اللطيف جميل للتمويل. تايوتا بتقول بدون دفعة أولى، والقسط الشهري 1336 ريال. كورولا سي في تي جير أوتوماتيك، العرض هذا بالإيجار التمويلي، والحملة سارية حتى نهاية أغسطس 2020 أو حتى نفاذ الكمية، أيهما يأتي أولا. الإيجار الشهري محسوب على أساس المدة 60 شهر. الإيجار الشهري ما يشمل ضريبة القيمة المضافة، يقوم العميل بسداد ضريبة القيمة المضافة المستحقة. والسيارة الثالثة هي تايوتا فورتشنر موديل 2020. هي سيارة رياضية متعددة الاستخدامات، حجمها عائلي بسبعة مقاعد، وهي تعتبر من السيارات اللي حققت توازن جيد بين الصلابة والاستخدام اليومي. وتوفر لتايوتا فورتشنر عرضين، العرض الأول من مصرف الراجحي، والعرض بيقول بدون دفعة أولى وبدون مصاريف إدارية، والقسط الشهري 1633 ريال. والعرض الثاني من البنك الأهلي، العرض التمويلي لسيارة فورتشنر موديل 2020 وبدون رسوم إدارية وبدون دفعة أولى، والقسط الشهري 1806 ريال. والسيارة الرابعة اللي عليها عرض هي تايوتا رش، سيارة أنيقة ومتعددة الاستخدامات، تصميمها الخارجي بروح ديناميكية حديثة، تتسع لسبعة ركاب، وتتوفر بمحرك سعته 1.5 لتر أربع سلندر. وتتوفر الرش بعرضين، الأول من مصرف الراجحي، والعرض يقول بدون دفعة أولى وبدون مصاريف إدارية، والقسط الشهري 1015 ريال. والعرض الثاني المتوفر من البنك الأهلي، العرض التمويلي لسيارة تايوتا رش موديل 2020 بيقول بدون رسوم إدارية وبدون دفعة أولى، والقسط الشهري
1121 ريال. والسيارة الأخيرة هي تويوتا أنوفا موديل 2020. السيارة هذه تقدم لجميع أفراد الأسرة الكفاءة والراحة، وتوفر 8 مقاعد مصممة بذكاء لأنها توفر المساحة والمرونة والسمات اللي تخليها مميزة كسيارة عائلية مبتكرة. وتتوفر النوفا بعرضين، الأول من مصرف الراجحي، والعرض بيقول بدون مصاريف إدارية وبدون دفعة أولى، والقسط الشهري 1418 ريال. والعرض الثاني من البنك الأهلي، العرض التمويلي لسيارة تويوتا أنوفا موديل 2020 بدون رسوم إدارية وبدون دفعة أولى، والقسط الشهري 1567 ريال. كل سيارات هذه اللي ذكرناها يشملها برنامج جميل للصيانة، واللي يشمل صيانة 1000 كيلومتر و5000 كيلومتر و10000 كيلومتر و15000 كيلومتر للديزل، وانتهي العرض في 31 أغسطس 2020. والبرنامج الثاني للصيانة المتوفر هو صيانة عليك وصيانة علينا، صيانة العشرين ألف واربعين ألف وستين ألف كيلومتر عليك، وصيانة التلاتين ألف وخمسين ألف وسبعين ألف كيلومتر علينا. وهذا البرنامج متوفر حتى نهاية شهر ديسمبر 2020. تسري الحملة هذه على سيارات تويوتا باستثناء فئات محركات الديزل، وسيارات كوستر وديانا وهايس وتويوتا 86 وسوبرا وغرانيفيا. أما بالنسبة لسيارات الهايبريد، بالإضافة إلى أنها مغطاة بالضمان المصنعي لمدة 3 سنوات أو 100,000 كيلومتر أيهما يأتي أولا، سيارتك مشمولة بعرض برنامج العناية الممتدة لسيارات الهايبريد من شركة عبد اللطيف جميل، واللي يبدأ مباشرة فور انتهاء الضمان المصنعي لمدة سنتين أو 60,000 كيلومتر أيهما يأتي أولا، وضمان البطارية الهايبريد حتى 5 سنوات أو 60,000 كيلومتر أيهما يأتي أولا، وتتوفر كمان خدمة المساعدة على الطريق. أرجو أن تكونوا قد استفدتم من حلقة اليوم، ويمكنكم زيارة معارض عبد اللطيف جميل عشان تستفيدوا من هذه العروض. ولمزيد من المعلومات زوروا موقعنا saudiauto.com.sa. وإذا عندكم أي استفسار عن هذه العروض، عبوا الاستمارة في الموقع تحت عروض شركة عبد اللطيف جميل تويوتا، وإن شاء الله حنجاوب على كل استفساراتكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.